حنا فاش نزلنا هنا في هذا القطاع هذا، نزلنا في هذا في هذا في هذا المكان هذا، نزلنا في هذه الارض عباره عن اراضي فلاحيه، يعني هنا بعنا المحلات نتاع، بعنا السكن ديالنا، ضحينا بعنا حوايجنا باش نجيو يكما الله وعسى نزيد واحد شويه لقدام، علما ان المشروع اللي كانت تعطى كندخلوا له مشروع مبني، كندخلوا هذا المشروع مشروع مبني، وغنبقاو نادي واحد 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 الثمن رمزي شهريا. لإذا بيف كنتفاجئوا وقع ما وقع، التعاونيه اللي هي كتسير المشروع تحسست في 2002 وتعطى انطلاق للمشروع في 2004 والدار وقع فيه ما وقع، المشكل اللي وقع فيه ما مشاش كما كان خصو يمشي، كان عطاو واحد المقاول، المقاول ما كانش لجنة، كان لجنة التتبع ما تبعاتش المشروع كما كان خصو يمشي من 2002 تأسست التعاونية إلى حدود 2010 7/7/2010 عاد دار جمع عام. وعلاش دار هذا الجمع العام؟ دار الجمع عام لحقاش السلطات اللي مكلفة بشخص العام السيد الوالي قال لهم خص هذا المشروع هذا خصو يدار الجمع عام لأن التعاونية غير قانونية، ودار الجمع العام سنة 2010 ودارت الملائمة في القانون الجديد ديال 2016 الى حدود الان ما كاين لا جمع عام لا والو. رجعوا للمشاكل ديال القطاع، القطاع تعاني من عده مشاكل. اول حاجه هي المواد الاوليه اللي هي الطين، لان بلا مواد اوليه اللي كنخدموا بها راه ما كاين حتى شي حاجه. هذا بالاضافه للتسويق، التسويق فاش كان الحسن الثاني رحمه الله كان بالحياه كان عطي التعليمات ديالو، اي واحد بغى يبني الا ما كانش واحد 5% ولا في 10% ولا 10% ديال المواد التقليديه كيترفض باش يدخل الضو ذاك المحل ديالو. ولكن الان ولينا كنعيشوا مشكل اللي خصو يدار، خص يكون واحد التنسيق او التعليمات من الجهات العليا للمقاولين والمهندسين باش اي واحد بغى يبني واحد البنايه يدير فيها المنتوج التقليدي. دابا ولا احتكار، دابا شنو كنلاحظوا؟ ولا كنلاحظوا المنتوج التقليدي ما كاينش كاع، وحتى الا كان شي منتوج تقليدي كيجي من مدينه اخرى، الصانع التقليدي ما عندوش الكلمه ديالو، ما عندوش الكلمه نتاعو، ما كيتصنتولوش. اكثر من هذا انا نهضرك على مدينه مكناس، مكناس استفدت واحد الصفقه ديال 80 مليار اعاده تاهيل المدينه العتيقه، وفي اجتماع مع السيد العامل، انا ما حضرتش كرئيس الجمعيه ولكن حضروا الاخوان، مع الاسف قصاونا ثمن المشروع اللي هو كان خصنا نكونوا حنا داخلين فيه، علما ان المدينه الاغلب البنايات اللي كتبنى لي هي الاسوار والاقواس كتبنى بالمنتوج التقليدي، قصاونا ما عيطوناش. قال لك عندنا واحد الفئه معينه اللي كيبغيو هما كيتصلوا بهم تيجلسوا معاهم باش يدوزوا المحضر ديال حنا عيطنا لهم راهم حاضرين وحنا ما كاينينش كاع تما. فاش كنهضروا على شي حاجه اللي كضرنا كنوليو نتهددوا، هذاك راسو سخون غنصيفطوا للحبس، هذاك ضد المشروع، هذاك كيهضر. عمر شي واحد، عمر شي وزير ما وصل عندنا لهنا، عمر شي مسؤول ما جا عندنا لهنايا. حنا كنسمعوا الصناعه التقليديه غير في التلفازه، الوزير كنشوفوا غير في التلفازه. القطاع الدمشقي راه كنتلو تقريبا عن اباء وجد، وهذا القطاع يعني اللي اخر لحظه يعني في هذا كورونا هذا يعني ما لقيناش اللي غادي يساعدنا واللي غادي يقبط معنا الطريق لقدام. هذا دمشقي يلاه كيجبدوه في الادارات لا غير، ومشهور في العالم على صعيد العالمي هو اللي كيمثل مدينه مكناس. وهاد الناس اللي مسؤولين بهذا القطاع بهذا المجمع وبهذه الغرفة الصناعة التقليدية ما مهتمينش بينا. أنا كصنايعي ومعلم صانع تقليدي بهذا القطاع يعني ما عمرني منك تحت نهار سيني وعمان، ما عمرنا استفدنا من أي حاجة، ما استفدنا من لا من رميك المشروع اللي تشتي سيدنا الله ينصرو، تعطى الناس اللي ما عندهمش شيء يعني اللي ما عندهمش حتى شي مدخلة استفدوا، وحنا اللي معلمين وكنمثلوا هذا القطاع وتابعين سيدنا الله ينصرو حتى هو غادي بينا للامام، وحتى حنا غادي مع جنود مجندين، وكنطلبوا من الله تعالى باش هاد الناس هادو اللي مسؤولين يحاولوا يعطيونا واحد شويه ديال الاهتمام، بركه يعني الله يجعل شي بركه. راه حنا سالينا الى الشبه، حنا شبنا، حنا من صغرنا حنا كنعتنيو، ما عمر يعني حتى شي نهار شي حد اللي غير استقبلنا ولا دقينا عليه الباب وحلينا الباب ديالنا. انا راه ما مستافش من رميكا، نهار فاش جاي سيدنا في 2004 تشن وكنا حاضرين، والناس اللي هما يعني مستعدين باش يعني غير يحاولوا يستافدوا
ما استفدوش، استفدوا الناس اللي ما عندهم حتى شي غرض لا بصنعه ولا بمهنه. والتجار دابا راهو ساكنين هنا، التجار راهو ما بناو، حنا ما استفدناش. انا مازال كنقولها يعني بصوت، انا كنتحمل مسؤوليتي في هذا القطاع هذا. 14 عام ما تحطات حتى شي اجوره حتى لهذا الشهر هذا. اللي مات مات، واللي مشى مشى، واللي تقادى تقادى. بقاو دابا غير الناس اللي هما ما عندهم غرض هما اللي مجموعين في هذه الرميكه هذه. وانا كنقول هذه الهضره وانا كنحمل مسؤوليتي بعد الهضره كنقول. الا هما هاد الناس بغاو يعاونونا ويشوفوا بعين الرحمه في هاد الصناع اللي هما يعني تشردوا. هذا قطاع شحال فيه ديال الناس؟ 10 ولا 15 ديال الناس. الا حطيتي لهم قصعه ديال الكستو والله لا كملوها. قهرات العالم المغرب كله، حتى شي واحد ماشى بعين الرحمه. مازال النجار كيحاول دابا يقد يدير وصله، يقد يدير شي حاجه. وهذا القطاع اللي كيمثل مكناس ما كاينش اللي بغى يشوف فيه بعين الرحمه. حتى حنا توصل واحد الاعانه نفرحوا بها ونشجعوا. علينا الكرا، علينا الضو، علينا الماء، علينا الصوائر ديال الدراري. حتى حنا عندنا وليداتنا كنقريوهم مغلوبين مقهورين تحت امرنا. ما لقينا حتى شي واحد اللي كندقوا الباب، حتى واحد ما بغى يتصنت لينا سنين واعوام. ماشي شي حاجه كبيره، حنا ما طالبين شي، يعطيونا غير يقبطوا بنا بيد المساعده والله ينصر سيدنا. واخا ما غير واخا خدامين في الغيص، فرحانين فرحانين. المشروع اللي عطانا سيدنا راه في كنز عطاه لنا. 17 عام اللي مات مات، واللي مشى مشى، واللي باع باع. هادو كاع تقريبا اللي باعوا راه لا حول ولا قوه الا بالله. علاش باعوا؟ غادي نقول لك علاش باعوا بكل صراحه. باعوا فقدوا الثقه، ما عندهمش، مقهورين. وانا كنطلب من الله ومن سيدنا يحقق معايا في هذا المشروع هذا، في هذا القطاع اللي كيمثل مدينه الاسماعيليه مكناس. الوزاره الوصيه على هذا القطاع هذا ربما ما حاسبناش واش كاينين احنا بالنسبه لمكانسه، وقال ما احنا ما كاينينش بالنسبه لفاس. الجاره اللي هي كتجمعنا الجهه هما الاهتمام التام بالمسائل. اما هنا نقول لك كمثال لهذا الاخر، رئيس الغرفه اللي هو السي عبد الملك البوطين ما عمرو اجتمع معنا في هذا المنطقه ولا مره واحده. واش كاينه هذه القضيه ولا ما كايناش؟ يعني يسول على الاخوان اذا كان اجتمع معنا غير مره واحده. احنا ها هو ربما احنا ما كنسوا حتى شي حاجه بالنسبه ليه هو. اتصور ان مكناس قدها قداش وكتمشي بعيد في التاريخ. ما كايناش لا بونكارت ديالها كيد دروطار القريه السياحيه نتاع الفخار، ما كايناش. اول حاجه انا تهضر عليها وشي لهذه المساله هذه. وحتى السياحه بصفه عامه، السياحه بصفه عامه، السياح كاع اللي كيجيو كاملين كيستقر فاس ويجي غير يدور عندك دوره ويمشي فحالو. كيفاش زعما هذه سياحه زعما بالنسبه لمكناس؟ هنا كاين شي تشجيع بالنسبه وواحد الاهتمام بهاد الناس ديال مكناس. علاش راه كاين ايادي مهاره اللي صنعت اللي بغيتي، ولكن ما كاينش الاهتمام. اهتم بيا نعطيك. اول حاجه باش تهضر على على الجوده وداك المسائل، وتاخذك مقرع ديال الطين بعدا. الجوده في الطين وكيما درتي في الصناعه الاخرى راها موجوده، اللي بغيتيها موجوده. الرميكا مجهودات فرديه، ما كانش شي واحد اهتمت به الغرفه او لا الوزاره وقالت له شكون انت من ماله الخاص راه بنا، بخلاف ان الرميكا مشروع ملكي وجا مبني فهمتي. وبنادم يبقى يخلص ابو دونافون 12000 ريال حتى يكمل ويعطيه وراقيه بان محل ملك وداك هكذا جات الاتفاقيه، بخلاف داكشي اللي وقع حديت ورا حرج وزيد.